8 نوفمبر 2022 وين ما كنتوا تسمعوا فينا في أي مكان في أي موقع من قارات العالم الخمس في أستراليا، حيث سيتوجه لها قريبا سيد نور الدين طبوبي اللي كلفني بنقل رسالة لنجيب الزيري في الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأمريكية أمريكا اللاتينية والشعوب الساعية للتحرر والانعتاق، وعلى رأس الشعب البرازيل اللي انتخب لولا دا سيلفا في كل أماكن. وين تسمعوا في إيميسيون امبوسيبل على يفهم أحلى راديو، هذا كامل الفريق يحييكم ويقولكم إن شاء الله يوم سعيد معانا بكل الأخبار الرياضية، منها خطر الرياضة تولت طاغي على الأخبار السياسية، ولو أنه كل شيء ولا رياضة أصبح سياسة وسياسة ولت رياضة. عبد الستار عمام وصباح النور، مرحبا بيك نهاركم زين، نهاركم مبروك، بداية أسبوع مريحة. البارح بداية الأسبوع بداية أسبوعك أنت هذه المريحة عندي إن شاء الله. نهاركم مبروك للناس الكل إن شاء الله، طريق السلامة للي ماشيين للخدمة نتاعهم ربي يعينه. ونحب نقدم برشا شكر لأخونا صديقنا سي أنور العياشي اللي بعث لي البارح بعث لي مجموعة من الابتهالات والدعاء محلات سي وصلوا لي هكذا باش نعطيهم نعطيهم للتقنيين، معناها مش الأولاد يصبوهم كيفاش باش نسمعوهم، عملهم بطريقة ياسر حلوة. وطلب حاجة واحدة قول هدية من عند أنور العياشي ورحمة على والدي. الله والله محلاها هدية وتحية سي أنور، هكا هو باش نولي انا وياه نداولوا طبعا. أيوة على الادعيه هكا هو فوالا. يلا سي نجيب الزيري، صباح النور، صباح الخير. صباح الخير تونس، برشا ردود افعال من صباح الخير تونس. النجم الرياضي الساحلي يستعد للرد عليك الرد القاسم يا سي نجيب الزيري، بعد شويه باش ناخذوا الناطق الرسمي في اطار حق الرد على الكلام اللي قلته البارح. صباح النور، صباح الورد، صباح خير. ايوا صباح خير تونس، صباح خير الاطوال الاطوال. اولا نحب نجم الرياضي الساحلي ونحبس عليه برشا، اي ما عندهم حتى علاقه. انا حللت معناتها ما عندها حتى علاقه العمليه. لا لا لا، كل الاتهامات موجهه ليك اللي انت واللي تلعب في وسط الاطوال، والخلافات ما بين الهيئه السابقه والهيئه الحاليه وكل الاجواء هذيك. اش دخلك نجيب لاكيت هذه بربي؟ اش دخلك؟ انا نلعب في مصلحه تونس وفي مصلحه تونس انا نمشي فيه هكا. كل مسألة قصة مصلحة تونس، كل كلمتين مصلحة تونس. وانتم اللي عشتوا في النظام السابق ما تعرفوش ليه معناتها بلاد بلاد كيفاش تخدموها وكيفاش تضحوا من أجلها وكيفاش البريغاد روج تحضر لك في دخلة خاصة أنت الماتشوات الجاية. حضر روحك، حضر روحك. غفران بينوس، صباح النور. صباح النور، صباح الفل، أشرق الأنوار، إن شاء الله نهاركم زين ومزين. كيفكم؟ أنا فرحانة برشا اليوم بتواجدي معكم، خاصة مع انضمام صديق اللي باش يحكي لنا برشا على بوتين. مسؤول الشؤون الدولية، ما تحرقليش مسؤول الشؤون الدولية، ما تحرقوش ما تحرقوش. سي زياد الهيري، صباح النور. يا صباح الورد وبرشا محبة. أي. صباح الخير لكل أهل الخير وكل مقاصد الثنية بتاع خير، إن شاء الله ربي يوفقوا فيها. أما وزير الداخلية توفيق شرف الدين فنطلب منه باش يحترم القانون ويطبق قرارات المحكمة الإدارية إن شاء الله. إن شاء الله، خاصة كان له لقاء البارح مع السيد رئيس الجمهورية، تو باش نتناولوا بعض يعني مما ورد فيه من كلام تقريبا مكثف بخصوص انتقاد المعارضة والناس اللي تشوش على مسار الانتخابات وعلى رأسه نجيب الزيري. دايور اللي قال راهو فما إمكانية ما فماش انتخابات، ده اللي الأقرب أنه يقصد فيك سيد نجيب. يعزز الفريق اليوم بكل معناه خبرته الاستراتيجية في القضايا الدولية والقضايا الكروية زادة، باعتباره حتى تصريحاته في الكرة تضرب بالقدية برشا بعد ما تخلصنا من الاستعمار الفرنسي الحمد لله. فمغربنا يا فرنسا لنا، وفرنسا اللي مشى لفرنسا على روحه توا ولاذ بالفرار، يبدو عندي تسجيلات ليدر ليه قبل ما يلوذ بالفرار اليوم في طيارة بتاع 8 اللي هو مراد صغيدي. خالد العبيدي، صباح النور، بطل بتوقيت غرينيتش، صباح النور مرة أخرى لكل سعيد، حتى أنا فرحان ياسر اللي مقابلتني غفران بركة غفران غفران بينوس. هو سقوط من السماء، معناها كنت نحكي على صراع النجوم بوتين وبايدن والجماعة، أنا قال راحي باش نحكي على مرة أخرى على الملح وعلى هاتش بيه في نفس الواحد. الحرية في أنك تتكلم متى شيء، تابع في أجواء الانتخابات والتدخل الروسي في الانتخابات طبعا، الانتخابات النصفية بتاع الكونغرس، كيف رجل الأعمال الروسي اعترف قال لك تدخلنا وباش نزيدوا ندخله واللعب الكل. تعرف خالد على الجو بتاع لي فو بروفيل، باش يعني شيء يهبل كيفاه لي فو بروفيل يخدموا بيهم الروس باش أثروا على الانتخابات الأمريكية، انتخابات أقوى قوة في العالم بعزيزوس وعبد ودرشنو وعبد السلاموس وكل حكايات هذوبك اللي يدخلوا لك ويبداو يدليو وبيدلوهم راهم في المواضيع وتقول اه والله انصار فلان برشا وانصار فلان برشا
وهي كلها دي روبو دي فو بروفيل قاعده تخدم وتتحكم. اش دخل قلت عبيد قال عزيزوس عزيزوس اش دخل انصرفوا لا, لا انت انت انصار الف الحامدي اش بكش زاد اش دخلك خالد تبع فيها الحكايه هو 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 حتى لينين يقول لك بدينا على الخليه الشيوعيه الحمراء اللي لي في البرنامج يقول لك الراسماليين مشي يبيعوا لنا الاحبال باش نشنقوهم ايوا دونك الامريكان هما اللي عملوا لي ريزو سوسيو هما اللي عملوا الجو هذاك الكل ولا الانترنت والدنيا الكل الكلمه اللي نسمعوها احنا صغار العالم ولا قريه ودرا شنو دونك تكتوي بالنار اللي عملتها تو سامبلومون اليوم بوتين عنده جيش كامل سيبرني الكتروني يصرف عليه ويدكلار اللي هو يصرف عليه قاعد يعمل في هجمات ملايين الهجمات كل يوم كل يوم شو اسمها وزيره الخارجيه الامريكيه كي مشيت لتايوان لي جادجيت الكترونيك اللي في تايوان الكل يعديو في مساجات ضد السياسه الامريكيه وتعرض له معناها انت عملتوا الشيء هذاك وانت حليت الباب تفضل هذا هو الحبل اللي عملته الرأسمالية فتشنق به على هذه الشعارات الثورية الحمراء للشيوعي الأحمر خالد العبيدي نهيئوا لي رجوع ديما الربي راهو رجوع ديما الربي لينين لحكاية الفارغة متاعكم انتوب هذك علي ديما نهزوا يدينا وندايوا ونقولوا اللهم أبعد عنا وعن أحبتنا أذى الدنيا أمين وحيرة النفس أمين وحزن الليل وبكاء القلب وسوء الخاتمة يا رب اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه يا رب أمطر علي وعليهم بركتك أمين. وبلغنا وبلغهم أسمى مراتب الدنيا أمين. وأعلى منازل الآخرة أمين. اللهم ارزقنا وارزقهم إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل يا رب. والمال والأبناء يا رب. وحسن الأداء يا رب. وبركة العطاء يا رب. اللهم اكتب لنا ولهم محو الذنوب أمين. وستر العيوب أمين. ولين القيوب أمين. أنت الأول فلا شيء قبلك يا وأنت رب. الآخر فلا شيء بعدك يا رب. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك يا رب. وأعوذ بك من الإثم والكسل وعذاب القبر وفتنة الغنى وفتنة الفقر يا رب. وأعوذ بك من المأثم والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس أمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا أمين. كما باعدت بين المشرق نستنطقوا نستنطقوا قبل زياد يا خالد قلنا عليش مجيبني اللي بوكت بوكت ولا كل إن شاء الله أمي تطلع ما يستسمع في البرنامج هذا خاطر ذات يوم في 12 جام في 2011 وقفين أمي قدم مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في القاهرة وين وهز بلاكة يسقط برهيم سايس من شفت الأيام شفت الأيام شفت الأيام دوروا دوروا ترجعوا الإسلام أنا بين قوسين لاني يسار ولاني يمين أنا شعاري تونس في مم العين وانا سعيد انه خالد موجود معنا لاني نتابع فيه يوميا بكل اعجاب وفريمون قاعد يبسط في المعلومه فيما يتعلق بالشان فهمتني الدولي بحيث انا بالفعل سعيد انه موجود معنا البلاد سايبه هكا توا لا تقارير امنيه لا استعلامات تخدم لا مصالح مختصه لا دوزيام بيرو باش نقتلوا انا شعاري تونس مم العين حتى ولينا يسار لنا يمين ولينا يسار لنا يمين يلا يلا مظفر يلا هيا هيا هي. انا انت من للجموع التي شيدت مقاري هرمو أيوة. واضاءت السماء بابراج بابل الله انا الله. انتمي لعلي ولا راس الحسيني الله. ولا القرمطيه كل انتمائي انا انتمي لمحمد الله. شد الخيول المكة بالسلاح وانا اللي هبني عذوبة الصوت يا نجيب اعطيني شيء ما بلا فترة فيك انتم تسمعوا في اميسيون امبوسيبل مع برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو يلا 27 دقيقة مرسي كنا نجيب يسمع فينا في مشاعر الطيبة تجاه مراد معناها ويتمنى له سلامة الوصول إلى العاصمة الفرنسية باريس مراد توا نورمالمون يستعد لركوب الطيارة وتنطلق الثمانية متاع الصباح نجيب مرسي بوكو يبلغ المراد نبلغوه الأمان تاعك كان في عطلة مطولة يبدو استمتع بها بالراحة كالعادة استمتع بها بكثير من الارتخاء والقراءة والكتب والتاريخ رغم تفاجأت حتى سي عبستار عنده خصوم تعرف كل ما نشوف عبيد تخاصم في عبستار عمامه أنا نفرح ويطمئن قلبي يقول إيه سيدتي أنا لباس احنا أنا سبا عنده مشكلة معاه كيف يحكي في التاريخ والله رفهمت ليه شفت انت المهبطين على سي عبستار ايه كل مرة ما فماش حليب للجنينة خالف للجنينة ولا تدور ايه ولا تدور لك ايه فرتو تقولي للجنينة
للجنينه مرت سيدي لا صار تعبير مجازي لا مرت بي مرت انت بي برشا جنينه اما جنينه كانت مرت تكون مرت لمين ما مرته اسمها جنينه اخر واحده للجنينه يلا كيما هنهير مع بستر عميمو اليوم نهار 8 نوفمبر 1917 يوافق 23 محرم الحرام 1336 قاعد نشر رسالة تعتبر بالنسبة لتاريخنا الحديث الرسالة المشؤومة وعد بلفور اللي صدر الرسالة صدرت نهار بعثت نهار 2 نوفمبر وتنشرت كما اليوم بعد ذلك كما تعرفوا اللي هو وعد معنا من حكومة انجلترا توعد فيها الصهاينة بتكوين وتأسيس وطن قومي لهم. يبدو أن الوعد هذايا جاء نتيجة للقاء اجماع زوج شخصيات واحد من الصهاينة والأمير فيصل ابن شريف حسين شريف مكة عام 1915 واللي استندوا ليه الانجليز لإصدار هالوعد هذا اللي بتبيع الوعد كان ناتج لأسباب سياسية واقتصادية مرتبطة بالحرب العالمية الأولانية ومن وقتها وإحنا نقاسيه فهالأمر هذا بين قوسين الوعد هذا ما كانش سر أو كان علني برشا ناس يقولوا كان سري كان علني وتنشر في الجرائد وحتى أنه الاتحاد السوفيتي وقتها بعد ما حدث انشأ الاتحاد السوفيتي الفت انظار العرب لهذايا لكن ما تفطنوش يظهر لي الا بعد ما وقعت الفاس في الراس كما قالوا ناس بكري الموعد الثاني ولو بلفور ماذا بيا كان نقف عليه شويه هكا سورتو عندنا الخبير سي خالد يعني في وعد بلفور وتسكي قضيه فلسطينيه وخاصه اليوم الصباح باش فقت على شنو انا كي حليت بتيتا تو نعديوها شويه تصاور الصهاينه فرحانين يا سي نجيب الصهاينه فرحانين تعرفوا يروجوا انت ظهر لي ما شفتش تويتر ايش فيها كلهم على هرزوق شد نجله بودن يحكي معاها وكذا وهي تعمل له ان شاء الله ان شاء الله يبدو تقول له ان شاء الله ان شاء الله في الفيديو حسب انا ما شفت الحركات بتاع الفم بتاعها تقول له ان شاء الله وقالوا اغزروا اول مره رئيس حكومه تونسي يحكي مع رئيس دوله اسرائيل ويروجوا فيها في سيف الترويج بالمدونين نتاعهم في عمليه ماكره وخبيثه سي نجيب بتيتر انا بعث لكم هاو الفيديو هو كيف قاعد يدور ونعرضوه كيف سي هرتزوك رئيس دوله الكيان الصهيوني اصر هو في الصف الثالث والسيده نجله بودن في الصف الرابع الفوق انه يخاطبها ويحكي معاها با يبدو انه تلقاها يحكي على زياره على مش زياره ولا يبداشي على جربه ولا حاجه وهي يبدو حسب الواحد بتاعها شايفها تقول تبتسم تقول ان شاء الله ان شاء الله هي حركه عاديه لو بتاع توريط نعتبرها با تو عاد انتظروا النقاش سيفتح على التطبيع اذا كان تعرفوا ما كانش تعرفوا هويته شكونه با قاعد يتكلم وحده باش تخليه يحكي في الفضاء وتغزل للسماء جو سي با بون انا نفضل بعد ما شفت ما نطيحوش في شراك الدعايه الصهيونيه اللي تحب تجعل من الحكايه هذه حدث كبير او سياسه الدوله في تونس هذا خبث والخبث موجود حاولوه قبل نتذكر في احتفالات جويليا الفرنساويه مع الرئيس بشار الاسد كان يهود اولمرت تقريبا رئيس الوزراء قد ما حاول يقرب للرئيس بشار باش يكون قدامه فسفاس يمدش يده كذا بشار كان منتبه وعلى درجه كبيره من اليقظه لكن نجله بودن انا في تقديري شفت اللقطه ما تنجمش تلوم عليها برشا في لا بعث بعث الواحد هاكا اللقطه كيف قاعدين البرشا مواقع اسرائيليه قاعده تدور فيها وشيخين وفرحانين مادام قتلوا ان شاء الله مادام فما كان الخير يا اخي من وقتاش كنقولوا ان شاء الله اي الله اعلم انا ظهر لي حسب حركه الوقت تو نحلوا تو نجيب باعتباره مختص في علم الحركات والايماءات تو يحل لنا اللقطه مهما كان ترويج الكيان الصهيوني الرئيس قيس سعيد هز الثلاث لصلح الاعتراف لتفاوض والتطبيع خيانة العظمى معناتها الباقي الكل
هاو عرضنا في الكياس، هاو قلنا صباح الخير ورجعنا عليا، كل كلام فارغ. يعني احنا قمة الخرطوم متمسكين، قمة الخرطوم الموقف، التطبيع خيانة عظمى، التطبيع خيانة عظمى. اي با با اليوم توا زاد تساور، توا ما نحبش نقول لك الفلسطينيين باش تحرج شوية تساور هذه وباش يحلوها، توا توا نهايرين كاملين في الحكاية هذه. تعرف السيدة نجلة بودن حصلت لها لقطة مع الإمام شو اسمه الشلغومي، الشلغومي مهكا المعروف بميولاته للكيان الصهيوني، وقابلته با وقتها قالوا لعبات، وتحطت التصويرة في الموقع الرسمي بتاع رئيس الحكومة، ثم تم سحبها، ثم كذا بوليميك. يبدو بوليميك أخرى ننتظرها قادم الأيام، بعد خاصة مع هال وقتها خايب ياسر الفرحة معناها بتاع الكيان الصهيوني، وقتها خايب ياسر لأنه جيت بعد قمة عربية كان كانت نقطة الركيزة متاعها الأساسية هي القضية الفلسطينية. في بدايتها عمل قيس سعيد خطاب 37 دقيقة حكي فيه برشا على القضية الفلسطينية وعلى موقف صدامي، حتى محمود عباس بيدو مع اللي صاير في الأراضي المحتلة اليوم، مع التنظيمات المسلحة الجديدة. شوفوه خالد مع بعضنا أغزر كيف أصر يحكي معها، هاو نعودوه يتعاود، يلزم يقعد يتعاود هو هاوكا هو هرزوك، وهي السيدة رئيس الحكومة في الأخر فما الأخر مدور وجهه هذاك اللوطة ما نعرف شكون، وظهر عربي. هذه قمة المناخ في شرم الشيخ، هذا اللي تقول له إن شاء الله ثبتوا معايا، تقول له إن شاء الله ولا ترى ثبتوا معايا إن شاء الله إن شاء الله، ابتسم له بكل أدب. يعني هو شوف خبث الواحد، هو أصر التقطها في وسطهم الكل باش يشد يجمد معها الحديث. فوالا با هاكا توا هي الامور باش تولي حكايات وبوليميك. انا في تقديري بون لا نجله مسكينه اش باش تعمل، با هي ابتسمت، ما نعرفش الابتسامه شنو رايكم فيها، اكثر من اللزوم ولا ابتسامه عاديه ولا ابتسامتها. علقوا معايا ولدي، قعدت نحكي هي اساسا نورمالمون ما يحطوهاش من تالي في التصوير، خاطر اكثر واحدة فيهم هي مرا. لا ماهيش حكايه مرا ولا القصر، خالد ديما فما البروتوكول، البروتوكول الدول البروتوكول هذا مراد صغيري الحمد لله مش تتقال ساعات بروتوكول. البروتوكول مربوط بال رئيس دولة وامراء او رؤساء حكومات. يلا بوليميك ننتظروها، بتاتر تنزيدوا نعلقوا عليها بعد سي عبستار في ثواني. الاخبار الثاني جوست في اخبار ثاني، كما اليوم 8 نوفمبر 1911 ولد الرسام التونسي عمر فرحات، باعث او واحد مشاركي في مدرسة تونس للرسم. تولد في بيجا وكان عصامي، بدا في حياته كواش لكن خذا ثنية نتاع الرسم، وبالطبيعة ولا عمار فرحات وما أدراك مدرسة من مدارس الرسم، مدرسة في مدرسة مدارس الرسم، توفى في عام 87 الله يرحمه. كيما سال مهلال، مدرسة من مدارس الأخبار في تونس في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم لكم شخصيا بشخصها أخبار نهار اليوم 8 نوفمبر 2022. يلا سيدي، 7:34 دقيقة مباشرة إلى كونغرس اللوردات. وفاة الربيع الشيحاوي الشاب التونسي في سجن المرنقية، كنا حكينا عليه البارح، كانت معنا أخته تعديت معنا بالهاتف، حكيت أنه العائلة عندها هواجس تقريبا، مش هواجس معناها بالنسبة لها يقينا أنه ولدها توفى نتيجة المعاملة القاسية. كنا في انتظار صدور التقرير الشرعي، الطب الشرعي، يبدو البارح صدر تقرير الطب الشرعي الأولي، وتم الإذن قضائيا بفتح تحقيق في المسألة. بالنظر حسب تصريحات السيدة سندس النويمي الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية ميما النوبة، لوجود شبهات قد تبين الكفة لفائدة رواية الاعتداء بالعنف اللي تسبب نجم عنه الوفاة. مسألة المسائل نسبية في كل الحالات، ولكن تقرير الطب الشرعي الأول يوقف على بعض الأثار متاع العنف اللي موجودة على جثة ربيع الله يرحمه، من بينها في معصمه بخصوص الأثار متاع الليمونات وغير ذلك. مباشرة قبل ما نعطيكم للتعليق، معايا الرئيسة سندس النميمي الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة. سيدة الرئيسة صباح النور. صباح الخير وصباح الضيوف وكل مستمعي راديو يافا. يعيشك سيدة رئيسة، البارح أعطيت تصريح بناء على صدور تقرير الطب الشرعي الأولي، تقريبا عدل شوية في الرواية الأولى الرسمية بين قوسين، الرسمية اللي تتقسمها
السلطة القضائية من جهة، ومن جهة أخرى إدارة العامة للسجون والإصلاح، بخصوص أن المسألة مرتبطة تقريبا بنوبة أصابت الفقيد ربيع الشحاوي، وأنه لا علاقة لوفاته بأي عنف ممكن. لكن اليوم حسب تصريحاتك زاد أنت البارح قلت أنه تقرير الطب الشرعي الأولي فيه بعض العلامات اللي تنجم تهزنا للبيست متاع العنف. تعليقك سيدة الرئيسة. بالنسبة فعلا أنه تم البارحة أبد النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لمعرفة ظروف وملابسات الهالك الله يرحمه، بعد ورود التقرير الشرعي الأولي من قسم الطب الشرعي بشرنيكول. بعد اطلاع النيابة العمومية على فحوى ذلك التقرير أبد بفتح البحث التحقيقي بخصوص ما ذكرته حضرتك بالرواية الرسمية ممكن اللي تم تداولها، انه تم تصريح صادر مني بخصوص وفاة الهالك الله يرحمه بنوبة قلبية. مش نعاود نذكر اني انا الرواية، يعني التصريح الذي صدر مني ما حكيتش مطلقا على سبب وفاة، مفيده انه سببه نوبة قلبية. انا وصفت فقط الوقائع اللي حصلت بناء على استشارة الضابطة العدلية للنيابة العمومية بخصوص الحالة الصحية للهالك قبل وفاته. أنت قلت سيدة الرئيسة في تصريحك الأولاني أنه أصيب بنوبة عصبية تم نقله أثرها إلى المستشفى، هكا مش نوبة قلبية؟ لا مش نوبة قلبية، ما نجمش نعرفش الحقيقة نوبة قلبية أو عصبية طبيعتها. هذه لازم نستنيه التقرير الشرعي. أنا جزء التصريح الأول اللي ذكرته وقمنا نحكي في برهين هو بناء على الاستشارة اللي صادرة من الضابطة العدلية للنيابة العمومية، انه الهالك في سجن ايقاف وتعرض لنوبة نوبة صرع او نوبة عصبية. هذه الطب الشرعي هو باش يقول استوجبت نقله للرازي في مناسبة اولى، تم ارجاعه للسجن المرمدية، دخل في نوبة ثانية استوجب كذلك نقله لمستشفى الرابطة، في الطريق توفى الله يرحمه. وبناء على ذلك أذنت النيابة العمومية بفتح محضر بحث عدلي تعهدت به فرقة الأبحاث والتفتيش حرس بوربة في محضر مفيد وموضوعه موت المستراب. بناء على صدور التقرير الشرعي اجلبنا الأبحاث الأولية وأذنا بفتح تحقيق عن سيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة، واللي بدوره قدر إنابة قضائية للفرقة المركزية الثانية بن عروس لمواصلة البحث وإجراء السماعات وغيره. سيدة رئيسة بربي، الـ أهم مورد في تقرير الطب الشرعي الأولي اللي خليك حتى في تصريحاتك البارح أولا تعلن على فتح التحقيق، ثانيا تقفوا على بعض الأثار متاع العنف اللي ممكن يكون تعرض له الفقيد. نعتذر من سيبرين، يعني مانيش مخوله بما انه متعهد قضية التحقيق باش نحكي لك الديتاي الموجودين في التقرير الشرعي، لكن لانه ناكدوا لك ان الطبيب الشرعي شخص حاله الجثه بكل ما تحمله سواء من اثار عنف او ماهيش سواء موجوده او غير موجوده، شخص الحاله الصحيه للجثه كما تم كما تلقاها في قسم الطب الشرعي، وبناء على ذلك قدم هو إفادة كتابية حول الوضعية الصحية للجثة، وفي انتظار استكمال بقية التحاليل، المواد السمية، تحاليل الدم، تحاليل على الكبد والقلب والأمعاء وغيره. صباح الخير سيد الرئيسة، معك نجيب الدزيري. صباح النور، مرحبا بك. سيد الرئيسة، في الوضع العام اللي تعيشه البلاد ونحن ثقتنا كبيرة في سيادتكم في القضاء التونسي اللي هو يتعافى ويعمل في مصالحة مع البلاد اون جنرال، سيد الرئيسة باش تهدى الأمور شوية، ماذا بينا فما الولايد هذايا مضروب على في التقرير بتاع الطب الشرعي، مضروب ولا مش مضروب؟ معناتها أو ما تكاك باش الناس كل تهدى، العائلة محروقة، السيدة ثلاثة أيام والشبيبة تحتاج تقول لك لا راهم قتلوه في الحبس، ماذا بينا سيد الرئيسة بتصريح منك أنت؟ خلينا نعرف الوضعية العامة فماش ما تهدى الأمور. أنت توا تكلمني بصفة ناطقة رسمية وبصفة قاضية وباش تمسك بواجب التحفظ بالضبط وبسرية التحقيق، أما اللي باش نأكدوا أنه العائلة ورثة الهالك بإذن يعني الله يرحمه بإمكانهم أنه يقدموا إعلام نيابة ومطلب في قيام بالحق الشخصي، وعندهم الحق يطلعوا على كافة المجريات اللي صارت.
معناها هما كورثة ينجموا يتواجهوا لسيد قاضي تحقيق بحلول البحث إذا كان عندهم هما معطيات وإلا شكوك وإلا عندهم أشخاص بعينهم معناها محل شبهة يتقدموا معناها عن طريق محامي ويقدموا كل المؤيدات اللي عندهم وعندهم كذلك الحق أنهم يطلعوا على التقرير الشرعي اللي موجود موظوف في ملف التحقيق. يعني سيدة رئيسة ما يسألش اسمح لي سؤال أخير ما يسألش خليني أنا نعمل تأويل لكلامك وانت متفهم واجب التحفظ اللي عندك، لكن بناء على تقاليد قانونية انت تعرفهم اكثر مني، يعني لولا وجود يبدو على ما يبدو بعض الشبهات في افصح عليهم تقرير الطب الشرعي بخصوص امكانيات التعنيف المرحوم لما تم الامر بفتح بحث تحقيقي هكا ولا؟ هو اذا كان احنا متعهدين بوضعية كما قالت نجيب في وضعية تحركت عليها التعبيد في وضعية ثم تصاور الدولة ثم تصاور زادة مضافة في الملف احنا حتى مش واحد يظهر حقه معناها هذا حق الشخص المتوفي الله يرحمه وإلا باش نبينه لرأي العام هذه قولة قضية رأي عام باش نشوف المعاملة اللي صارت للشخص هل انه تم الاسعافات الطبية كانت في محلها ثم شنو أسباب الوفاة علاش نوبة الصرع اللي دخل فيها باش نجاوبوا على الأسئلة هذه يظهر لي أن قلم التحقيق هو أفضل وسيلة باش نحن نجاوبوا في حيادية وموضوعية بالوضعية اللي تمر بها وطيلة 5 أيام في السجن من يوم دخول السجن يوم السبت إلى غاية يوم وفاته يوم الأربعاء. شكرا السيدة سندس نويوي الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، شكرا جزيلا على التفاعل. يلا سيدي تعليقكم على المسائل. خالد عندك مشكلة متاع ثقة. شوف وصلنا لنتيجة، أنا نطرح السؤال ممكن فهم المعلومة أنا غايب علي، وصلنا لنتيجة في ما يخص التحقيق اللي صار في تقريبا نفس الوضعية متاع الشاب اللي تم إيقافه في بنزرت على موتور ومات في الإيقاف، وبعد قالوا راه هو متعاطي للمخدرات وعمل اوفردوز، وبعد تقرير الطب الشرعي ورى انه هو متعرض للعنف، وبعد قالوا تو نفتحوا تحقيق واحد. نجيب يقول الدنيا شاعلة، مالوروزمون ماهيش شاعلة على خاطر يبدو انه استنسنا بالوضعيات هذه. اكزاكتومون والله معناها نسمع راهو حاجه جراف، راهو في ايران توا صايره ثوره على خاطر طفله وقفوها ومات في الحبس، باش يسقط نظام عنده درا قداش من سنه في الحكم. في تونس الله غالب استنسنا بالحكايه هذه، وما هيش الحاله الوحيده. هاني قلت لك الطفل نتاع بنزرت التو التحقيق مفتوح وانا نستنوا. سيديات هو للاسف يقول لك ماذا نفس الشيء البارح في فيزرمدين ولايه المستير، وقفه في احتجاجيه للمجتمع المدني المواطنين نتيجه اعتداء على مربيه مشات المركز نتاع الامن باش تبدل بطاقه التعريف نتاعها لمجرد انه حسب الروايه المتداوله طالبت باحترام الصف مش اللي يدخلوا فيني معناها يسبقوا الناس اللي بالمعارف وكذا، تم الاعتداء عليها معناها فيني بالعنف، وفي نفس الوقت ولدت معناها فيني ستحال باعتبارها هي اللي تعدت على الموظف انت عمومي. فيما يتعلق بقضيه ربيع الله يرحمه انا موضوع نتناوله من زاويه اخرى. الكلنا فهمتي نعرفه غفران هي اللي جابت لنا التفاصيل نتاع الموضوع هذا، انه المشكله انطلقت من عركة في حومة فلنتي ما بين جيران، وثم ربيع وقت اللي جاءوا والعائلات الزوج مقدمين شكايات ببعضهم، وقت اللي ربيع جاءوا الأمن باش يهزوه فلنتي من الدار ما هوش يكلي استعصى وكلي مثلا هرب ولا كذا باش يقولوا احنا هنا فلنتي شديناه خشية فلنتي أنه لا مشى معاهم بكل طوعية وكذا. النيابة العمومية تاذن بأنه معناها يقع فلنتي يدعوا في السجن، علاش القضاة بعض القضاة وحكام التحقيق في النيابة عندهم الاستسهال متاع احشي في الحبس. راهو مش معقول اللي صار، ده مش معقول، وهاي النتيجة على معركة كيما تقع في الحوم وكل ما بين وفي البلايص كل اليوم شاب في عز الشباب يخسر حياته هكاك في النيابة بلاش، وانا هنا نحمل المسؤولية قبل الجميع
للي اودعه اصدر بطاقه ولا الاذن بايداعه في السجن. لا سي زياد راه عاديه معناتها بطاقه الايداع راه مش مستهدفه في شخصه معناتها. كمان نجيب جمهوريه زياد حط يده على مساله مهمه راهي سهوله الايداع هذه الناس كل ولات تقر به في تونس يا نجيب والناس ولات تدعو ضمن ما تدعو ليه في خصوص اصلاح المنظومه الجزائيه في البلاد لمعالجه قصه هذه بطاقه الايداع كيف نستسهل بطاقه الايداع. برهان اي لا لا ولا طبقه معينه مش لا والله بوه على اخوه بوه على اخوه تبدا عارفه وموجود في داره وماهوش بشي غادر ما يشكلش خطر وجوده لبرا يعني قصه الحبس وقتها يولي استثناء مانيش نحكوا على قضيه ربيع النيابه العموميه راهي ضمير المجتمع راهو زاد المتضرر اللي يمشي يشكي ما انت اش باش يشفي غليله راه تصور واحد بجرب يمشي في كلها ساكه في كلها تليفونه في كلها كذا معناتها هو يسيبوها متابع في قضيه متابع في قضيه انت ونوعيه القضيه بالضبط معناتها لناكدوا لك اللي النيابه العموميه اللي اصدرت بطاقه الايداع معناتها مش مستهدف الشخص هذاك بذاته هو المبدا العام يعني وفراني انا بقى ما حبيتش نتدخل وقت السيده نطق رسميه قاعده تحكي والكل ولكن هي انا نعتبرها يعني عملت زوز اخطاء يعني اتصال لي كبر برشا يعني المره الاولى كي خرجت تحكي قالت انا راني ما نجمش نعطي فرضيات والكل يعني كيما ينجم يكون تعاطى مخدرات وكذا يعني العائله مازالت سخونه والعائله مازالت يعني هي انا وضحت قالت راني عطيت معطيات بناء على المعطيات اللي قدمتها لي اللي قدمها لي باحث البدايه ولكن اسمعني راهو الدور نتاع المسؤول انه ما يجيش يرمي هكا يرمي قنابل هكاك ميساج كانت نجم تتريض وما تحكيش في المواضيع هذه من ناحيه اولى من ناحيه ثانيه البارح كنت قلقت انا سمعت على شمس فام وكنت كل وقت اللي كان المذيع يسالها والكل ما نعرفش كي ما تلقاش جواب ولا حاجه تولي تضحك يعني انا نجم نحط روحي وكان انا تقلقت يعني انا بنت جيرانه يعني تقلقت من بالك عائلته كي يسمعوا نطقه رسميه يعني مسؤوله قاعده انا سمعته البارح انا سمعت التسجيل لا لا حد كنت تحبوا نحطوا تسجيل بعثوا ديجا انا البارح والكل هذه ملاحظه في الشكل اعطيني في المضمون في الحاجه الثالثه اللي نحب ندعي من الناس انهم ينقصوا من اللي بارتاج نتاع التصاور نتاع ربيع خاطر عائلته متقلقه على الاخر خاطر عائلته مازالت متالمه واليوم يشوفوا في ولدهم يعني في تصاور ولدهم يعني بالطريقه هذيك دونك ماذا بينا كلنا نراعيوا المشاعر نتاعهم وما عادش نساموا باش نبارتاجيو التصاور هذيك يعطيك صحه وانا نضم صوتي لصوتك في الملاحظه هذه يزي معناها فنحسبوا حساب راهو فما عائله وفما كذا والصفحات كالعاده اللي تحب تستثمر في كل شيء في التصاور نتاع كل شيء كان في افراح كان في حكايات كان في مصايب كان في اكسيدونات كانت اللطف في قدروا انه العائله راهي عندها المشاعر يعني نتاعها عليها خلف في الاخر نتفائلوا انه معناها نجموا نتفائلوا انه مش تصير نتيجه ولا بالطبيعه ان شاء الله وين نكون وين نكون ايجابي معناتها مش نعطي كل الحق لحقه الرئيسه سندس توك دخلت معانا كنت واضحه قلت راهو على اثر التقرير الاولي حكم التحقيق ما نجمش نعطي اكثر من هكا يلا لا فتره فيك ونرجعوا لقيت اخبارنا Shell V-Power, le carburant premium, il y a-t-il le moteur carabtec accélère à faire Shell V-Power, super sans plomb et gasoil sans soufre, est le produit de l'année de l'arme Fenir la Tawali. IFM, infotrafic. يلا 57 دقيقة مازلتوا في كونغرس اللوردات الخبر الموالي اللي كنا حكينا عليه بون سبقنا سي عبد الستار وجبد لنا وعد بالفور فسبقنا في الحديث عليه بناء على وعد بالفور والقضية الفلسطينية والحكاية هذه الفيديو الذي يثير ردود أفعال وسيثير على ما أعتقد عديد ردود أفعال وهي مخاطبة الرئيس الإسرائيلي هيرتزوغ لرئيس الوزراء السيدة نجلة بودن أثناء حضورها مؤتمر قمة البيئة في شرم الشيخ مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الفيديو هو أمامنا هو أصر أنه يخطبها هي سمعته بدلته بابتسامة وحديث قد يكون إن شاء الله إن شاء الله الله أعلم في معناها رد الفعل هذه الصورة البعض توا باش يقول تتناقض مع خطاب الرئيس حول تطبيع خيانة أو لا تتناقض مسألة بروتوكولية بحتة يمكن أيا كان أنه يلقى روحه فيها الحكاية هذه نجيب معناتها نجلة بودن كي مشيت لشرم الشيخ بتكليف من رئيس الجمهورية طبعا وهبطت معناتها واحد بتكليف من رئيس الجمهورية توجهت لتمثيل ديجا لتمثيل رئيس الجمهورية في شرم الشيخ انا في تقديري بربي خالد حسب خبرتك انت في غرينيتش حسب خبرتك في غرينيتش هذاك اللوطاني اللي لابس مرايات ومدور وجهه ظاهر ظاهر ما يحبش شكونه ما نعرفش هو وزير رئيس حكومه احد دول العربيه
ما نعرفش شكون خاطر هو يبدو في الصفة نتاع الرؤساء في الصفة لا لا في الصفة الفوقانية لا إيه؟ رئيس هذاك رئيس هذاك رئيس الحكومة الأثيوبية ظهر لي اللي بجنبه ظهر لي اليمني تقريبا كاينه يمني يغزر مدور وجهه فاهم الحكاية هو هو ظاهر ظاهر ما يحبش يجي وجهه في وجه الرئيس الإسرائيلي فهمت اغزروا له الآخر كيفاه مدور وجهه با اختنا برهان نكمل رئيس الحكومه من المفروض البروتوكول بتاع وزاره الخارجيه البروتوكول بتاع لجنه بودن يعرفها شكون اللي داير بها يقول هذاك فلان هذاك فلان هذاك فلان تنجم تكون ما تعرفش هي العباد سبحان الله يلزم البروتوكول بتاع الخارجيه يقول هذاك فلان هذاك فلان فلان لان فما زوز احتمالات كان قالوا لها هذاك بتاع الكيان الصهيوني وتصرف التصرف هذاك مصيبه عظمى وكان مصيبه عظمى ولا خيانه عظمى مصيبة وخيانة زوز كان ما قال له إيش يلزم المسؤولين على البروتوكول اللي هم تنحيهم من أجل بودن البروتوكول اللي تبعتها واللي تبع الخارجية أكيد معها مرافقة من الخارجية فما في مؤتمر البروتوكول إذا كان في علمها وتصرفت هكاك مصيبة وخيانة إذا كان ما في بالهيش إيش قاعدين يعملوا ليش يخلصوا هذوكم من فلوس الشعب التونسي هل في تقديرك وزارة الخارجية أو رئيس الحكومة مطالبة بالتوضيح بعد اللقطة هذه ولا بالطبيعة يعني مطالبة بلاغ توضيحي حول ملابسات المسألة ولا عادي ينطفيوا الضوء ونتعديوا القدام برهان في القمة العربية اللي عندها جمعة خرج رمز من الرموز العرب هو قيس سعيد بالموقف اللي خذاه بالتصريحات على القضية الفلسطينية أخي بعد هذاك يصير هذا قلت لك زوز احتمالات هي ما تعرفوش واللي هو الاقرب واللي هو الاقرب وعادي واللي هو خطا واللي هو غلط معناها يعني ما تعرفش يتحقق تكون ما تعرفش ولا... تعرف نتنياهو وتعرف لابيد اما ما تعرفش خاطر الرئيس الاسرائيلي ما عندوش كم وزن سياسي كبير تنجم تكون ما تعرفوش بالوجه كيما كيما الشلغومي كيما حسن الشلغومي في 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 جربة في مانيش نحكيو على مانيش نحكيو على الشخصيه السياسيه كبيره ياسر ومخضر مراه لا نحكيو كي نحكي على نجلة بودن مانيش نحكيو على انسان عنده خبره سياسيه كبيره ويعرف العباد ويعرف عنده علاقات خارجيه كبيره ومهتم بالشان السياسي ودرا شنو جات تلقى روحها رئيس حكومه اداريه هي في الاخر اي ولكن اداري تولي رئيس حكومه وتمثل البلاد معاك ستاف راهو نورمال انت ما تعرفش اي ولا هذيك علاش قال لك نجيب نورمال مش معك بروتوكول الكل يتفسخوا اذا كان اذا كان اذا كان هي ما تعرفش وما قالوا ليش راك انت مع شكون قاعده تحكي ينجم يكون زيد حاجه اخرى خاطر هذه تصويره في نهايه العمل نجم يكون صارت بيناتهم محادثات قبل اذا كان قاعد تقول له ان شاء الله سيك فما حاجه لا خليه يتكلم كل شيء كل شيء ممكن كل شيء ممكن في الحكايه هذه خلينا الشيء اللي ما نجموش نعرفوه هذيك الكواليس اليوم عندنا صوره وصوره واضحه ولات قدام العالم الحاجه اللي ما نجموش نحلموا بها ان تخرج تعمل هي توضيح حسب رايك خالد العبيدي انت في وضع من النوع هذايا اخطات نجلة بودن انها ترد عليه الكلام اي طبعا اي طبعا طبعا اذا كان تعرفه هو شكون اذا كان تعرفه هو شكون نفترض ان عرفته هو شكون انه رئيس دوله صهيوني زر لها قال لها كلمتين هي رجعت له بالابتسامه وتمت متظهر لي تقول له ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخطات طبعا على خاطر هذه اكثر لحظه في القمه في التظاهر هذه الكل عليها كاميرات حتى كان انت عندك ما تحكي معاه ما تحكيش معاه في اللحظه هذيك تو سامبلومون وفي الظرفيه هذه بعد ايامات قليله ملي الرئيس الجمهوريه نتاعك عطا خطاب تاريخي نتاع اللي يحكي عليه بالك شي تدعي بيه يا وقتها ربما بالك شي هيك هو يحكي معاه وهي تقول له شكون فيه لا لا انا علاش نسال في السؤال هذايا لانه من جهه اخرى مش قاعدين نهولوا في حكايه ويزينا من المنطقة مش شعبوية توش بها ردت بها ما ردتش تي مواقف الدول ما ليش؟ هل تقاس زياد الهاني مواقف الدول ولا خالد بالابتسامة رجعت له احنا واضحين ما ليش مطبعين ليس لدينا علاقة مع الكيان الصهيوني علاش نقفوا على الحكاية هذه هي بتسمت ولا تبادلوا كلمتين هكا في حسب تعبير وجهه والله المرأة لا في بالها بشيء واللي قراب من نجلة بودن يعرفوا اللي هي نفس مومنة ومرأة طيبة ما نعرفش انا كان خذيت كلمة تكلمت ولا حاجة من كل شيء هو قال يعطيك الصحة هي من الفرحة هكا وقت النفسي وإلا حاجة لكن ما نتصورش هي في بالها مرأة طيبة مش جل دارها باش تفرح به وأخلاقها متفقين مرأة طيبة ومتخلقة هذه في قمة من المفروض ما تعرفش نقول وما تعرفش وليش أنا ندافع على نجلة بودن وانت تقول اضطرد البروتوكول اي اضطرد وانطرد وبعد ما يلزم قمة نتيجة احلى اللي يعرف احلى اللي ما يعرفش كان ما تعرفش البروتوكول شي دور يا اخويا نحن نعذروها لجهلها وجماعة اللي معاهم لا يعذروا الجاهل بجهله
يلزم الاخي تو نحنا بالحق لا يعرض الجاهل بجهله، هي تخلص في عباد باش يقولها كيفاش تقف كيفاش تلبس وشكون اللي دايرين بها اخويا الناس تخلص من اجل شيء كي ما خدموش خدمتهم شنو نعمل المران خرجوها خاين نحسبوهم على حسب كلام بالك شي واقعين يا زياد احنا في نفس المصيدة الصهيونية خطر اليوم راهو صفحة الفيديو هذا يدور في الصفحات الإسرائيلية بشكل كبير بالك شي نحن وقعنا في المصيدة هما يحبوا على الكلام هذايا وباش نحن نوليو نحكيوا على قصة التطبيع اي لا ويتخلق رأي عام في الاتجاه هذايا معناها جماعة مع السيدة نجلة بودن ضد نجلة بودن انا نفس السؤال دو جبيل زياد الهاني زياد يعني ما معناها فرضاً أن عرفته اللي هو الرئيس الإسرائيلي توجه له بالحديث أخطأت أنها حكيت ابتسمت هكا قالت كلمتين تمتمت مش مبالغة مش شعبوية ما بين قوسين نحن باش نحاكمه دولة مواقف تونس واضحة يقول لك لا اعترفت لا هي متصالحة لا هي مستعدة للاعتراف كما يقول رئيس الدولة علاش نهوله في القصة هذه شوف أنا الموضوع باش نتناوله فنتي من زوز جوانب الجانب الأولاني الجانب الشكلي في تقديري أنه المسألة هذه فهمتي أعطيت فهمتي حجما أكثر مما تستحق وفي تقديري أنه من باب اللياقة الدبلوماسية وما حتى لما فهمتي يكونوا أعداء وبيناتهم سلاح ونحن فهمتي شفنا في الحرب الأوكرانية إذا كانت تذكر طاولة الحوار اللي جمعت ما بين فهمتي قادة من الجيش الروسي وهو محتل أراضي أوكرانية وقادة من الجيش فهمتي الأوكراني كيفاش أنه فهمتي تم التبادل المصافحات وكذلك إن هذا فهمتي لا يعني أنه رام كيف تبادلوا فيني وتصافحوا معناها راهو تحلت كل يعني نجم نخو عليك تصريح زياد سيدة نجلة بودن تصرفت باللياقة اللازمة أنا نعتبر أنها تصرفت فيني باللياقة الدبلوماسية وهذا فيني يحسب لها ولا يحسب عليها هذه النقطة الأولانية فيما يتعلق فيني هذا فيني بالشكل الشكل. فيما يتعلق فيني بالمضمون وأنا اليوم توف في عمر اللي يخليني فهمتني نبعد على أنه تهزني الشعارات وتهزني فهمتني الشباب هذا خل العبيدي ونجيب تزيري وفران نحب نذكر إلى أنه جاء الوقت باش يقع في القمة الأخيرة وقع التركيز على مبادرة السلام العربية متاع الملك فهد جاء الوقت فهمتني باش نفكر فهمتني بحكمة في أن شق طريقا للسلام اللي يحفظ الحقوق اللي يحفظ الحقوق الحقوق متاع الجميع أنا نتبنى الموقف متاع الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه عام 65 في أريحة في الخطاب بتاعه في أريحة هذا بعد الأخبار مش نحكيه معاك هذا موقف جديد هذا سي زياد أنا وقت اللي نقول أنا ما عادش أنا كيف أقول الكلام هذا نحب نذكر أنا في شبابي راني كنت عضو في جبهة التحرير العربي ما تونجيوك أبو العباس هذا كبير هذا ميتيو الأخبار هذه هي جسمها